كاين املحتيش جنابو بريمير ميتري املح هبطنا اللول قال لي وراه قال لي توقيش بجنابو املح الكره اللي تماركات علينا سببنا الاول والرئيسي هو املح دابا صافي دابا تقسينا ولا عطاها الدراري بالله عليكم بوطويل حركاس حريمات لا ما تجمش حريمات لا ما عندك الا ما جبتش هذيك السميه تتجعر هذيك السميه عندك باطنا الرحيمي جواد الكرتي وليد البركاوي لا انا بغيت نعرف السبب علاش ما لعبش عطيت الله اكثر من ملعب مزراون علاش واش ما تيقش هذاك الدري ما عمرو خيبنا انت درتي عندنا مع كان ديما مزيان كان ديما مزيان عطيت الله صاحبي كان ديما مزيان عطيت الله راه دخل البارح ديميترو ما تحرر بيت لا ديفيرونس صاحبي دار ليه مع فرنسا دار ليه مع فرنسا عطيت الله كان لان دي ميور في الماتش ديال البرتغال وجيتي وبركتيه في الماتش ديال فرنسا بلاد واقفه على بوفالو زياش لا دابا ما كاينش اسمح لي ايكيب ناسيونال ايكيب ناسيونال لا دابا ما خليتينيش لا اسمح لي انا ما خليتكش تكمل لا انا نقول واحد حمزه واحد حمزه كان خدام في راديو مارس وكان كينتقد في راديو مارس وكان كيهضر في راديو مارس وكنا كنخليوه يقول اللي بغى وكيدير اللي بغى اللي درنا في كاس العالم ما عرفناش نجاروا داك النجاح اللي وصلنا عليه بقينا هنايا هازين دريبيكا كان كبير علينا كل واحد هاز دربوكا وطاره لا لا كان كبير اسمعني اسمعني لا لا كل واحد كاع الماتشات الصحاح خسرناهم يناقش اللي بغى نهار اللي هو كتب في انستغرام راه مابقاش قال لك كل الدعم حمزه ما علاش اخويا مالنا شنو حبسناه باش ما يقولش الراي ديالو ياك كان كيجي داك الشيء اللي كان كيقولوا ما نظنش سمعته انا في شي بلاصه اخرى ولا شي واحد انتقد ولا قال داك الشيء اللي قال حمزه في شي بلاصه اخرى حنا انا نتحدى شي واحد هذاك الشيء اللي كيتقال عندنا في راديو مارس يقدر يقولوا في شي بلاصه اخرى وفي منبر اخر يلا بينوا لينا الحكي ديال كل الدعم هادشي ديال زعما راه حنايا راه حنا مخ راه حنا جرينا عليه راه حنا ما عرفتش شنو درنا ليه ما درنا ليه والو هو بغى يمشي فحاله حتى واحد ما قال ليه سير فحالك هو مشى فحاله كتب في انستغرام واخويا علمنا حق جي راه كاين الخدمه مالو ماذا انا فاش سولت قلت لهم واش شي واحد قال لحمزه يمشي فحاله قالوا لي لا واش شي واحد قال لي ما تبقاش تجي قالوا لي لا وعلاش ما شنو كاين وهذا الشيء اللي كان كيقولوا فين كان كيقولوا عباد الله فين كان كيقول هاد الانتقاد وهاد وليد وهاد اللعابه وهاد راه كان كيقولوا عندنا في الميكرو ديال راديو مارس وكان كيهضر في راديو مارس وهاد خلينا للحريه يقول اللي بغى ونهار اللي بغى وفي اي وقت بغى تخانوك برزوق كل الدعم كل الدعم بحال حنايا فقنا الصباح وقلنا لي سير اخويا فحالك جرينا عليه هو قرر انه يكتب في الباج ديالو بانه ما بقاش في راديو مارس حقه مزيان الله يسهل عليه ولكن حنا تا واحد ما جرى عليه وداكشي اللي قال حمزه بورزوق عندنا في راديو مارس ما نضرش من يقدر يقولوا في بلاصه اخرى نحنا حريه التعبير جا نتقد الجامعه ونتقد المدرب ونتقد اللعاب ونتقد اي كل واحد عمر شي واحد ما قال ليش حاجه تلعب كينتقدهم اليوم كتنوض القيامه وكيجي عاود غدا تينتقد ما فهمتش هادشي اللي كتقولوا عليه نتوما الدعم راه فين قالوا راه قالوا عندنا ما قالوش عند شي واحد اخر فاق الصباح وكان كيقول عند شي واحد اخر فاش جا حنا عندنا ما كانش كيقول حنا هنا بالرغم وهذا الشيء اللي كان كيهضر به راه حنا اللي عطينا هذه الحريه باش يقول وانتقد اللي بغى وقال اللي بغى عندنا في راديو ما عرفتش وحنا حلينا لي الباب وحنا قال عندنا اللي بغى وكنقولوا كل الدعم علاش كل الدعم اخويا حنا اللي عطينا الفرصه باش يقول اللي بغى ويهضر على اللي بغى وينتقد اللي بغى وما كاينش شي واحد قال لي شي نهار شي حاجه هو قرر يمشي حنا غير من الاخلاقيات يعيط علينا ولا يقول لنا شوفوا راه ما غاديش نجي ولا راه عندي ولا ما عنديش ما فهمتش انا مي بون حمزه خويا عزيز عليا صديق ديالي الاختلاف وجهه النظر بالعودي قال اكثر منه وحنا نناقش هو بالعودي كيجي كيقول اللي بغى وها هما كاع المحللين اللي دازوا في راديو مارس واش عمر شي واحد شي نهار قلنا ليه عندك تقول ولا ما تقولش ولا ناري ولا كيجيو ما كيعرفوناش علاش كنهضروا هو كانوا دار بغى يمشي فحالو شنو ما فهمتش انا ما باش عزيز عليكم تعيشوا هذا الدور ديال لا ومسكين علاش مسكين علاش مال واش درنا ليه حنا ما درنا ليه والو البريسيون حنا عايشينها وهو عايشها معانا الحريه التعبير اللي قال هنا في راديو مارس عطيني غير شي واحد قالها في شي بلاصه شي نهار هذا الشيء اللي كيقولوا انت فين كان كيقولوا الدعم كله قال ما فهمتش انا كل الدعم كل الدعم كل الدعم حمزه لا عنده شي مشكل هذا الشان داخلي بيناتنا خصو يناقشوا معنا حنا الاولين جا كتب الا تعد زيتي مع شي واحد هنا في الهضره ولا قال لك شي واحد شي حاجه ولا شي واحد تناقشتي معاه وتيجي بعد الخليفي وجلس مع الخليفي وهضر معاه وناقش معاه ويقول لك وتقول ليه جيتي كتبتي في انستغرام
واش انستغرام كنتي خدام في انستغرام انت؟ انت كنتي معانا في راديو مارس، انت مع لا فامي، ايوا جي ناقش معانا وقول لينا ونقولوا ليك ونهضروا. بنادم ما كيجي وكيبقى يشير. خدونا في حته والله. شوف راح الناس كينساو، الناس دغيا كينساو. كل الدعم لحمزه، الدعم حمزه لو وقع عليه شي مشكل، الا عنده شي حاجه ندعموه. اما كتقول لي كل الدعم